على مدرج المركز الثقافي لمدينة جنديرس شمال حلب أقيم اللقاء التشاوري للهيئات السياسية بحضور فعاليات مدنية وبمشاركة من ممثلي الحراك في مدينة السويداء عبر الإنترنت. طبعا نحن لنا انتشار في كل المناطق المحررة بدءا من محافظة إدلب إلى مناطق عفرين إلى أعزاز إلى جرابلس، وهذا يتعلق بنشاط الأخوة الموجودين في الهيئات السياسية، هيئة الرقة والحسكة والساحل وحمص وحماة وإدلب، وأيضا نطور عملنا في علاقتنا مع أخوتنا في السويداء وحراك السويداء، واليوم يشتركون معنا في اللقاء التشاوري. طبعا نحن نمد يدنا للتعاون مع كل إنسان له سقف ومشروع وطني ويلتقي معنا بأهداف الثورة السورية للتخلص من الحكم الاستبدادي والعمل على طبعا سورية جديدة تقوم على العدالة والحرية والمساواة والحكم الديمقراطي. أكد القائمون على الهيئات السياسية سعيهم لإعادة الارتباط بالشعب، وفي نفس الوقت السعي لتطوير عملهم ودفعه تنظيميا وسياسيا لإعادة فعالية العمل السياسي إلى القواعد الشعبية عبر إشراك المحافظات السورية ضمن الهيئات السياسية الحالية والتي بلغ عددها حتى الآن 9 محافظات. تعتبر خطوة إيجابية لتعزيز عمل الهيئات السياسية في المحافظات السورية ودمجها ضمن هيئة سياسية موحدة تؤكد تطلعات الشعب السوري الحر في تحقيق أهدافه الثورية إن شاء الله. ركز المجتمعون في لقائهم التشاوري على ضعف التمثيل السياسي للثورة السورية مؤخرا على الصعيد الخارجي والمحلي، والذي خلق فجوة بين الحاضنة الشعبية والهيئات السياسية بشكل عام، وعودة الثقة ودعم جمهور الثورة لهذه الهيئات مجددا يحتاج لعمل يغير واقع الأمر على الصعيد السياسي. وجود جسم سياسي فعلي يمثل المحافظات السورية ويجمعها تحت مظلة هيئة سياسية بات ضروريا في هذه المرحلة، وما يميز هذا اللقاء أنه لا يقصي أي أحد من مكونات الشعب السوري يؤمن بالحرية والحياة الكريمة. أحمد شمالي، حلب، اليوم، جنديرس.